اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا النبي. مع النقطة طبعا رقم 20 واللي هي الـ Best Path Selection with the AS Path Prebending. طبعا في الـ BGP احنا اتكلمنا دلوقتي عن الـ Weight، اتكلمنا على الـ Local Preference، نتكلم دلوقتي على الـ AS Path. دلوقتي لو انا جاني راوت كده وده مش موجود، وجاني راوت كده بدون اي بوليسي، بدون ما انا اتدخل، اختار انهي طريق؟ يعني اقل راوت رايد يا باشمهندس. طب بص مرة تانية كده، ده مش موجود معايا، ده مش موجود. هنعد بقى، بيكون عند الخط الاصفر، من عند الاصفر بيكون راوتر 2. يس، ليه؟ لانه مر عن طريق اوتونومس واحد الذي هو 65002، بينما هنيك 65006 و 65004 اكثر بالاوتونومس. هنا بقى لما يبقى جايني راوت من ناحيتين، قبل ما اروح لل يعني خلاص انا بصيت على اللوكال الويت مش موجود، بصيت على اللوكال بريفرنس مش موجودة، التالتة هبص على الاس بقى، لو تساوى يبقى خلاص هسيبه واروح للي بعده. طيب هنا بقى لو جينا وقفنا راوتر 34، قفلنا اللينكتين 02 و 03، المفروض دلوقتي نيجي عند راوتر 6. خلينا نشوف لو في اي بوليسي موجوده قديمه على 6 سيكشن بي جي بي. مفيش، نقول له دلوقتي دو شو اي بي بي جي بي. احنا ملاحظين ايه دلوقتي؟ ده ما تخلصش من اللوكال بريفرنس دي. طيب نقول له دو كلير اي بي بي جي بي ستار سوفت. طيب احنا ملاحظين دلوقتي ان الاختيارات كلها، خليني الغي كمان تو هنا كلير دو كلير اي بي. كانوا لسه ما شالش دول من السكة، المفروض يشيل. وانا قفلت اللينكات فين؟
كده تمام. كده احنا شايفين كل الراوت جاي من خلال راوتر 2. طيب راوتر 6 here should see what exactly. So we have 3, we have 2. But he preferred 2 because this is the lowest router ID, right? Because here how many autonomous system in the bath? 1, 2, 3, 4. Here, 1, 2, 3, 4 is the same, right? صحيح. بس ازاي؟ المفروض ده لو موجود انا عندي 1, 2, 3, 4. انا 1, 2, 3, 4. The same. المفروض الأصفر يكون 3 يا باشمهندس عشان بسبب اللينكة دي. اللينكة دي مخلية الناس اللي موجودة هنا تشوف الراوت كده ما تشوفوش كده. عشان كده احنا هنقفل اللينكة A02 هنا دي هنقفلها. كده في 5 autonomous system. لسه ما غيرش. باشمهندس في من الراوتر تقريبا تحت الراوتر وصلة لين اللون البنفسجي. في كونكشن للراوتر البنفسجي. تحت في الاوتونومس نمبر 65006 فوق عند 65006 في كونكشن. ايه كان ذي لعبة دور او شيء؟ لا اللي تحت اللي تحت 65006. ايوه لا دي ما لهاش علاقة ده مقفول اصلا. كده غير. بص يا سيدي كده المسار مظبوط. الراوت جاي كده
كده الراوت جاي كده وجاي كده، ما أيهما أقصر؟ كده صح؟ صحيح. يبقى راوتر 6 لما يجي يقارن هنا شايف كله ناحية 2، بس أنا ستيل مش شايف حاجة من 3، لأني 3 نفسه بيفضل 2. هو أي نعم شايفها external، بس بما إن راوتر 2 جايبها له بأوتونوماس سيستم أقصر، شوف هنا كام أوتونوماس سيستم، دي 1 2 3 4، لما هي جاية من الاكسترنال جاية بخمسة، دي 1 2 3 4 5، فأنا فضلت ده. بما إن أنا فضلت ده، راوتر 3 هيتوقف عن إرسال الاكسترنال راوت اللي جاي من فوق. فراوتر 6 هنا شايف ايه؟ شايف ان 2 افضل في كل الحالات. طيب خلينا نقول التالي، ان انا عايز راوتر 6 يشوف راوتر 3 افضل باستخدام البوليسي الخاصة بالاس بقى. اعملها ازاي دي؟ هعمل حاجة اسمها AS Bath Prebending. Prebending يعني إرفاق. أنت بتحط حاجة فوق حاجة فوق حاجة فوق حاجة. أنا عندي هنا في الطريق ده كام باث؟ 5. وهنا كام؟ هنا 4. طب تعالى نقول 4. عايز الطريق ده الأوتونوموس سيستم ده يشوفه بدل من ان هو يكون 4 باث، لا انا عايز يشوفه في 8. ايه 8 دي؟ 8 ان شاء الله هنقول لك هنعمل ايه؟ AS Prebend. تعال نشوف هنعملها ازاي. على راوتر 2 طبعا احنا تخلصنا من اي حاجات قديمة، سيكشن بي جي بي مفيش حاجة موجودة. هنعمل راوت ماب هنسميها عباس بيرمت 10. اوكي هنقول له set AS path prebend، وهنا بقى احط الايه الاس نمبر فيك وهمية، هنقول مثلا عشرة عشرين ثلاثين اربعين كده 4، ونطبق البوليسي. طب بقى السؤال، هتطبق على اللي جاي من هنا ولا ينفع اطبقها كده على 6؟ تعال نشوف ايه اللي ممكن يحصل لو انا طبقتها داخليا. هل هتطبق؟ طبقتها خارجيا هتطبق؟ تعال نشوف. Do show run section bgb، نخش جوه البي جي بي، نيجي للنيبور 6 نقول له راوت ماب عباس اوت، ونعمل دو كلير اي بي بي جي بي ستارت.
طبعا هو شايف دلوقتي من خلال ثلاثة راوتر اتنين جي اونلاين. خلينا نقعد شوية نشوف هل هتطبق ولا لا. طبعا البوليسي دي ما ينفعش تطبقها ايه outbound للانترنال نيبر، لازم تطبقها على اللي جاي من بره. لازم راوتر 2 ياخد الاف الاول، راوتر 2 لازم هو اللي يشوف الاول الاوتونوموس سيستم بري بند اللي احنا عملناها، وبعدين ايه يبعتها مره ثانيه. خلينا نشوف. ستيل شايفها هنا، طبعا هو لسه مستقرش اصلا، بس هنا ما شايفش انا 10 و20 و30 واللي انا عملتهم ما شفتهمش. هو ستيل مفضل الاكسترنال ومش رايح ناحيه راوتر 3. رجع تاني لستة، شايف من ناحيه 2 يعني البوليسي ما خدتش اي افكت. ليه بقى؟ لان البوليسي دي تحديدا ما ينفعش ان انت تبعتها انترنال بالشكل ده، لازم تطبقها على الاكسترنال نيبر عشان راوتر 2 يقراها، لان هو هنا مش قاريها، ولما هو يقرا الفيك يبتدي بقى ايه يبعت للانترنال نيبر يقول له انا اريهم بكذا كذا كذا. طب تعال نشوف. هنلغي البوليسي دي اوت، نلغيها خالص ونطبقها على الاكسترنال. ان والنيبور 14 نفس الكلام، ان ونكلير السيشن. نيجي نقول له تاني دو شو اي بي بي جي بي ايه رايك؟ في حاجه غريبه قدامك دلوقتي. دول اضاف 10 20 اسب يكبر الاوتونومس نمبر كده، عملت بريفنت. فدلوقتي هو هيفضل مين؟ راوتر 3، لان 3 ايه اقصر في السيستم. طبعا دلوقتي غير كده، نفضل جوست ويل. هنا نفضل راوتر مين؟ راوتر 3. يعني راوتر 2 هنا توقف ان هو يقول على دول بيست، وفضل ان هو يطلع لحية 2 راوتر 3 عشان يوصل للشبكة دي. ده اسمه ايه بقى؟ ليس بريبن او المقارنة ليس باث. ايهما اقصر في الاوتونومس سيستم؟ هو مفضل بالنسبة لي هو الافضل. صحيح. يجي بعد الايه؟ بعد الويت، يجي بعد اللوكال بريفرنس، تيجي بقى ايه ليس باث. واضحة النقطة دي يا علي؟ مفهوم يا باشمهندس. ماشي، والسلام عليكم.